يا قوت اتركينا لحالنا شوي انا وزمرودة. اتركينا معلش يا قوت. رستم وبيت رسلان؟ ايه بيت رسلان خططوا ورستم نفذ. انت متأكدة من هذا الحكي؟ معلوم متأكدة. ليلى سمعت كل شيء بإذنه. انه رستم معقولة. بس بيت رسلان شو لهم مصلحة لحتى يقتلوا؟ ما بيهمني أنا شو مصلحة بيت رسلان. أنا اللي بيهمني اليوم إني عرفت مين قتله لجاد. طيب. هدي وروقي ولا تتصرف شيء غير لحتى تقولي لي. قلك؟ شو بدي أقول لك أكثر من اللي قلته يا حواس؟ لك يا زمرد هالقصة مو هيك. حتى إذا وصلنا القصة العدلية وشهدت معنا ليلى بيت رسلان رح يقتلوا ويتخلصوا منا قبل ما تحكي حرف واحد. ورستم؟ قصة رستم أكبر مني ومنك. في ناس وراه ولازم نعرف مين هني. أنا ما بيهمني مين وراه لرستم الكلب. إن شاء الله لو كان وراه السلطان المعظم. أنا بيهمني إني أطلع بروحه هو وبيت رسلان وأحرق لهم قلبهم مثل ما حرقوا لي قلبي. عادي وروقي وصلي على النبي. عادي أنا محروق قلبي أكثر ما أنا محروق قلبك. بس مطالب إيدي شي هلأ. بس بوعدك وحياة راس ابني لحتى أخذ بدار جاد باشا وعلق مشان أقول لهالكلاب. فين كانوا خبيك الزمن يا زمرودة؟ كتر خير الزمن اللي خداني مشان كون خدامتك. انت ما عدتي خدامتي. انت رح تصيري الست هذا البيت. الله يخلي لي اياك. انت حلوه كثير يا زمرودة.